السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام. فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الديالوج ديال الدرس الأول في الوحدة الأولى ديال الكومينيكاسيون أك دو لونغاج، وبالضبط اللي كيخص الديالوج ديال راكونتي أن فواياج، راكونتي أن فواياج ولا أن إيفينمون. Okay. Raconter un voyage ou bien un événement. Donc, ce dialogue qui est à la page 10 du kitab Le Mutaallim et le Mutaallima, mise apprentissage en français. Communication avec le langage, raconter un voyage ou bien un événement en rapport avec des civilisations universelles. Ça fait cette page. Dialogue de les radins sont فيه الشخصيات الأساسية كاين مامون وكاين أديفا كاين لا ميتريس وكاين مهدي صافي 4 بيرسوناج. جو في فو لير لو ديالوغ سويفي افيك مو، غادي نقرا لكم لو ديالوغ غادي نشرح لكم بالتفصيل. مامون: Mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. J'ai été à Tarfaya. Mamouche qui قولهم. أنا في العطلة درت واحد السفر اللي هو واعر ومشيت لطرفاية. J'ai été à Tarfaya. صافي مشيت لطرفاية، هي واحد المدينة في الجنوب ديال المغرب. شوف أديفا شنو كيقول. طرفاية où se trouve cette ville؟ دونك قال له طرفايا فين كتواجد هاد لا فيل، فين كتواجد هاد المدينه. لا ميتريس، لا ميتريس غتجاوب، استاذ غتجاوب. طرفايا ايت اون فيل كوتيير كي سو تروف او سود دو ماروك. قالت له طرفايا هي واحد المدينه ساحليه كتواجد في الجنوب ديال المغرب. مامون دي نو سو كو تو يا ديكوفير دون سيت فيل. قالت له مامون قلنا شنو اكتشفتي في هاد المدينه. مامون شنو يقول لهم. Pendant mon séjour, j'ai visité le port et le musée Antoine de Saint-Exupéry. Les habitants de Tarfaya affirment que ce musée est le lieu le plus visité de la ville. قال لها خلال العطلة ديالي أو خلال الفواياج ديالي في طرفايا زرت هاد لو بور و لو ميزي، يعني داك لو ميزي أنطوان دو سان إكزوبيري، هاد لو ميزي زارو ياك اللي هو واحد المعرض. لي زابيتون دو طرفايا السكان ديال طرفايا كيأكدوا بأنه هاد لو ميزي، لو ميزي دو سان إكزوبيري، لو ميزي هو اللي كاين في هاد الصورة هادي، ها هو لو ميزي. لي زابيتون يعني السكان ديال طرفايا كيأكدوا بأنه هاد البلاصة، هاد لو ميزي هو المكان الأكثر زيارة في هاد المدينة. صافي دابا غنشوفو مهدي شنو غادي يقول. مهدي: أنطوان دو سان إكزوبيري مي سي لوتور دو بوتي برانس أو إيل راكونت سون أفونتور أفيك لو رونار. بوركوا إيل يا أن ميزي كي بورت سون نو. قالو أنطوان دو سان إكزوبيري هو واحد لوتور، هو الكاتب ديال الحكاية ديال بوتي برانس اللي فيها كيعاود المغامرات ديالو مع لو رونار، مع الثعلب. بوركوا إيل يا أن ميزي كي بورت سون نو، علاش كاين واحد لو ميزي مسمي بهذا الاسم هذايا. مامون هو مامون من غادي يجاوب. سان اكزوبيري ايتي ان افياتور دو لايروبوستال. هاد سان اكزوبيري قال له هو واحد لافياتور اللي هو واحد كيسوق الطياره في لايروبوستال في المطار كي فوزي اسكال ا لا فيل دو طرفايا دورون دو زون، اللي كان كيحلق ولا كينزل في طرفايا لمده عامين. لا ميتريس كيسكو لو ريسبونسابل تا رابورتي او سوجي دو سو ميزي. لا ميتريس قالت لمامون شنو قال لك لو ريسبونسابل على هاد لو ميزي. مامون شنو قال؟ إيل ما أنونسي شنو قال لي؟ قال لي بأنه لي فيزيتور كي فيان دو تو لي كوان دو موند أدمير، بأنه هاد الزوار كيعجبهم هاد لو ليو، هاد المكان ديال لو ميزي دو سان إكزوبيري، حيت هو واحد لو ليو هيستوريك، كار إيل غولات ليستوار دو سيت أندروا ريش أون فوتو إي أون أفيش، حيت هاد لوندروا اللي هو المكان اللي هو لو ميزي كيتعرضوا فيه التصاور ولي زافيش ديال هاد المدينة. سي بيان دونك هذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بلو ديالوغ ديال لاكتيفيتي دو لا كومونيكاسيون اك دو لونغاج، لو ديالوغ دو لا باج 10 raconter un voyage ou un événement. Toujours dans le livret de l'apprenant et l'apprenante, mise apprentissage en français, 6e année de l'enseignement primaire. Kuntou ma'akoum ana l'oustad Mohamed Boukhari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.